إذن مشاهدينا، في آخر فقرة من فقرات شمس الفلوجة لهذا اليوم وصلنا وياكم إلى فقرة أراك على القمة، وأكيد في هذه الفقرة يكون ضيفي المميز الدكتور عبد القادر دهمان، وهو أخصائي في الصحة النفسية والطاقة الحيوية. صباح الخير دكتور. صباح الخير هنادي، كيف الأحوال؟ تمام، في نعمة من الله. يعني حلو لما تدخل الاستوديو والكل تبدي بصباحاتك تكون من نوع ثاني، صباح الخير وصباح العافية وصباح القوة والنشاط. نعم. كل هذه الصباحات تشعرنا أكيد بالقوة بالطاقة. والحيوية والطاقة الإيجابية. دكتور، اليوم احنا نتحدث عن ثقافة الخوف. نعم. يعني نعتبرها ثقافة هي ولا؟ نعم، أصلاً الإنسان يولد علمياً ولديه اثنين مخاوف فقط، الخوف من السقوط والخوف من الأصوات المرتفعة والمزعجة. لكن بسبب الموروث وبسبب البيئة وبسبب البرمجة وبسبب ما يحصل في العالم من إرهاصات سياسية تتكاثف المخاوف فيتصل إلى درجة هائلة. لذلك أول ما سألتك قلت لك ما عندك من مخاوف سكتتي. في ناس كثير عندهم مخاوف، لو سألت كل اللي في الاستوديو ما هي مخاوفكم، في ناس يخاف من الموت، في ناس يخاف يفصل من عمله، في ناس يخاف من الحرب، في ناس يخاف من صوت الرصاص، في ناس يخاف من أنه لا يجد مالا، أن يرمى في الشارع، أن لا يجد مأوى. مخاوف كثيرة، أثبتت دراسات أن هذه المخاوف تعيقك عن أن تعيش حياتك بشغف، فتظل طول حياتك وانت في ثقافة خوف. إذا استمر الخوف معك لن تطعم السعادة، حتى لو معك مال، حتى لو معك مناصب، حتى لو معك. ولذلك أكثر رواد العيادة النفسية هم من المترفين، عندهم الأموال والمناصب، أكثر رجال أعمال لديهم مخاوف. نحن عالجنا حالات لرجال أعمال يعيشون في الخوف 24 ساعة بسبب أن هذا الخوف لم يتعاملوا معه في وقته، وبسبب ثقافة العيب أنهم لم يحسموا مباشرة ويذهبوا إلى المختص النفسي أو إلى اللايف كوتش. يعني دكتور، أحيانا قلت أنه قابلت رجال أعمال، يعني رجل الأعمال يقول أنا خايف أنه أخسر مثلا ثروتي، خايف أنه ضيع المصانع، أخاف. أحيانا بعض الناس يقولون لا، هو مو تخوف بقدر ما هو حرص. نعم. يعني ما الفرق بين الإثنين؟ غير صحيح. الخوف لا نحاول أن نبطنه بأسماء. الخوف إذا سبب لك، يعني لو سمي حرص، مجرد فقط أنه سبب لك أرق أو إزعاج في الداخل أو اضطراب أو وسوسة أو وسواس قهري فهذا خوف. الحرص البسيط أننا أحرص على عملي، أتقن فيه، أحرص على مالي، أنتبه مثلا لمشروعي أو لمصنعي أو لتجارتي أو لمؤسستي. لكن مجرد فقط أنه يسبب لي أرق أو أنه يجعلني أتصرف تصرفات خطيرة، مثل أن أبدأ أنصب لا سمح الله أو أحتال أو أجهز لمجموعة من الخروقات السياسية، فهذه ثقافة خوف. الشعوب الخائفة تدمر، الحاكم الخائف يدمر، الشخص الخائف يدمر، الأب الخائف يدمر عائلته، الأم الخائفة تدمر ابنها وابنتها. كل من يملك ثقافة خوف في الداخل يدمر من حوله ويدمر ذاته. يعني بس بعض الأحيان يقولون أن الخوف ضروري أيضا. نعم. يعني حتى تحافظي، قد يعتبر ظاهرة صحية، قد يعتبر شيء من الممكن أن يكمل، أنه يكون داعم لك في أن تكمل أيضا مسيرتك. شيء من الخوف البسيط الذي يحميني من المخاطر، الخوف البسيط من الأماكن المرتفعة، الخوف البسيط من سيارة مسرعة، الخوف التنبيهات، إثراز الإدرينالين المشهور، يعني مخاوف بسيطة تحميني من المخاطر، من السرعة الشديدة، من الأماكن العالية، من الذئاب أو الحيوانات المفترسة، هذا خوف صحي يحميني. لكن لما يكون أنا خوفي من أشياء لم تحصل، نسميها خوف التوقعات أو الوسواس القهري، أثبتت الدراسات أن 90% من مخاوفنا كلها وهمية. يعني مثلا أكثر الأمهات بيرسلين طاقة خوف لأبنائهم، إن شاء الله ما يكون صار له شيء، إن شاء الله يكون نجح، إن شاء الله ما يكون حصل له مشكلة وهو في البعثة مثلا وابتعث إلى الخارج، إن شاء الله ما أغوته الحضارة هناك، إن شاء الله ما فسد ماليا وإداريا أو أخلاقيا، إن شاء الله. هذه كلها الإرسال بيوصلوا، لأنه بين الأم وابنها لينك أو رابط عاطفي أو رابط طاقي، كلما زاد خوفها كلما سرب إليه، توصلوا الرسالة عبارة عن ملف محمل أتاتش فايلز يصل إليه، فكلما كنت خائفة على ابنتك أو على ابنك أنت تضريه دون أن تشعري، أنت تظنين أنك تحميه بالخوف هذا، وأنت تضريه أكثر وتقعديه وتقعسيه، ويصبح عاجز عن مواجهة الحياة، ويصبح عاجز عن تحمل مسؤولية مفردات الحياة، لأنك نشرت له أو أشعت له أو أرسلت له ثقافة الخوف. أنا أنصح كل الأمهات أنه إذا أردت أن تساعد ابنك أو الآباء تساعد ابنك، أرسل له ثقافة الطمأنينة، بني ابنتي أنا أثق بك،
أعلم أن الله حافظك ورقيبك وأنت تصنعين على معية الله وفي عين الله، وأعرف أنك تديرين أمورك بشكل جيد، وأعلم يا بنتي أنك تستطيع أن تعتني بنفسك بشكل رائع. هذه هي. طيب شيء من القلق الداخلي لا بأس تعاملي معه، لكن باستمرار إذا جاءتك ثقافة خوف تعاملي معها بالطريقة اللي حتحدث عنها بعد قليل. حلو. طيب دكتور، يعني تعتقد أنه الخوف يكون عائق لإنجاح أي شخص؟ الإنسان الخائف لا يمكن أن ينجح. يعني واحد خايف على عمله حيفقد عمله، واحدة خايفة أن تتطلق لا سمح الله أو تنفصل حتتطلق أوعدك، لأنه ما تتوقع يحصل لك. واحد خايف أنه مثلا لا يقبل في وظيفة جديدة، لن تقبل قط. واحد خايف مثلا أنه ما يقدم رسالة الماجستير أو الدكتوراة ما يتناقش، لن تناقش ولن واحد خايف أنه لا يقبل اللجوء في بلد فلاني أو لا يقبل أن يحصل على الجنسية الفلانية، لن تحصل على الجنسية لأنك في البداية قدمت قرار. لذلك نحن لما ننصح الناس ما هو أشهر المخاوف سجلها. إحنا اتفقنا كقاعدة هنادي في أكثر محلقة إنه عشان تتعامل، إذن هذه خطوات للتغلب على الخوف. اتفقنا إنه عشان تتعامل مع كل مشاكلك الحياتية، المشاكل هي في اللاوعي، خرجها من العقل الباطن وتعامل معها بالعقل الواعي ثم عيدها إلى العقل الباطن. أحسن طريقة، وهي طريقة قاسية ومؤلمة لكنها بالفعل نفسيا من أشهر وأسرع وأكثر الطرق حسما. أحسن طريقة يا هنادي للتعامل مع المخاوف أن تعيش الخوف، أن تتعامل مع الخوف مش مع تفاصيل الخوف. تعال يعني مثلا واحدة ابنها لا سمح الله مريض وخايف أن يموت، مريض مرض مزمن أو شيء، فهي باستمرار عايشة في هلع وخوف وحياة مضطربة وما شافت يوم سعيد، لأن بعض الأبناء يكون مريض من صغره. فنقول للمرأة هذه فعلنا جلسات، تعالي اجلسي الآن، ما هو أسوأ شيء ممكن يحصل لابنك؟ إن الله يأخذ وديعته يموت. يلا تفضلي اجلسي استريحي الآن، هذا ابنك الآن بعد لحظات ها هو يلفظ أنفاسه. الطريقة قاسية أنا خبرت، يلفظ أنفاسه، ها هو يموت الآن، ابكي فتبكي ابكي صرخي، تعاملي مع البكاء وتخرج كل طاقة، هذه طاقة مرضية، هذه طاقة سلبية، أخرجها. فتبكي وتنهار وكذا، ممتاز. طبعا هذا السماء حصل بس هي بتتعامل معه. يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام، بعد أربعة أيام لن تعيش الخوف. ولو فعلا توفي ابنها ورحل إلى الرفيق الأعلى لن تحصل معها أي مشكلة لأنها قد تعاملت مع الخوف. لذلك الإمام علي بن أبي طالب يقول إذا هبت شيئا فقع فيه، واجه مخاوفك. أكيد. ومثلها أي شيء، رجل أعمال يخاف على إيش؟ على ثروته. على ثروته يا أخي تخيل الآن أسوأ ما يحصل إيش؟ إنه تخسر رصيدك ومالك، افتقرت يا أخي، أصبحت على الحديدة، ماذا بعد؟ أكيد. أنت في الصحة وعافية، تعامل مع الخوف بطريقة. الحديث يطول عن ثقافة الخوف. شكرا لك دكتور عبد القادر دهمان، أخصائي في الصحة النفسية والطاقة الحيوية، للحديث عن هذا الموضوع. وأكيد حننتظرك بالأسابيع القادمة لتحدثنا عن مواضيع أيضا مهمة وتخص حياة المواطن وأي فرد في المجتمع. مشاهدينا، كانت هذه حلقة اليوم من مواضيع ومن فقراتنا، لكن أكيد هناك المزيد من القضايا والمزيد من الملفات اللي راح نتناولها في صباحات جديدة من شمس الفلوجة في كل يوم. إذن للمزيد يمكنكم أيضا زيارة موقعنا الرسمي على الإنترنت الفلوجة.tv ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. ملتقانا وإياكم صباح يوم السبت في حلقة خاصة. إذن إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.